ومن الفوائد أنه ربما يقال: كيف يكون الشتاء ربيعًا وكيف يكون الصوم فيه غنيمة؟ وقد جاء عند ابن عدي في الكامل أن عمر رضي الله عنه قال: الشتاء عدو، قال الشتاء عدو. وليعلم أن هذا الحديث فيه سوار ابن عبد الله اختلف فيه، حتى قال سفيان الثوري كما نقل ذلك الذهبي وابن حجر: ليس بشيء، وفيه مجهولان. وأما ما جاء عند ابن المبارك في الزهد أن عمر رضي الله عنه أنه إذا دخل الشتاء أرسل إلى أمرائه وقال: تعهدوا الرعية بالصوف واجعلوه دثاراً وشعاراً، وقال: إن البرد سريع دخوله بطيء خروجه، فإن هذا أيضاً به انقطاع. ومع هذا كله، لو صحت مثل هذه الآثار فإن الشتاء لا يكون عدواً على وجه العموم، فإنه ربما يأتي الله عز وجل فيه ببرد شديد فيتكاسل المسلم عن العبادة، وإلا فالأصل كما جاءت به الأحاديث في بيان فضل هذا الشتاء. مثل الأولاد، هم زينة الحياة الدنيا، ومع ذلك باعتبار آخر، بتصرف آخر، قدره الله عز وجل جعلهم الله عز وجل أعداءً كما في آية أخرى.